احنا محتاجين رجاله ورجاله كتير كمان. مفيش حد بيحب يشتغل مع الطرف الضعيف، وبالفيديو اللي احنا عاملينه ده هنخلي مليون واحد يتمنى يشتغل معايا. ايوه بس عمال ما رجاله تيجي وتتفرز وتتدرب ده هياخد وقت. بعدين ما تفرحش بالاماره اللي جات لك مره واحده دي، انا قديم في الكار دي وفاهم. مش بالاعداميه هي يا عاكف، احنا مش في الجيش. الاماره ما بتجيش غير اللي يستاهلها، وانا عارف انا بعمل ايه كويس. وبكره تشوف الفيديو ده هيعمل ايه لما ينزل. الله يرحمه صلاح بيه، صحيح كان راجل مليح فعلا، الموت بينجي ما بيرمرمش. والله معاك حق يا عوض يا ابني، كان لازم نروح نحضر الجنازه. والله حاولت كتير مع سليم بيه يا حجه، هو خاف عليك من المشوار وخاف اهملكم لوحديكم، وبعدين البركه في اللي كانوا موجودين هناك. تك كنت فاكرني عايزه اروح احضر الجنازه وبس يا عوض؟ لا يا ابني، ربنا العالم دعيت له قد ايه من ساعه ما سمعت الخبر. ده شهيد، يعني رايح في حته احسن من اللي احنا فيها بكتير، مش محتاج مننا حاجه. احنا اللي محتاجين له يتشفع علينا عند ربنا سبحانه وتعالى في يوم الحساب. انا مش صعبان عليا غير سليم ابني، كفايه اللي فيه مكفيه. ترى اعمل ايه دلوقتي يا ابني؟ ماشي، رايح فين يا سليم وليه؟ رجع مكاني. صلاح بيه كان عنده حق، انا ما ينفعش افضل مستخبي، هما لازم يستخبوا مني. انا عايزك تخلي بالك من نفسك ومن صحتك وما تشيليش هم حاجه، وابنك هيبقى تمام ان شاء الله. ومتشكر على كل حاجه عملتيها معايا ووقفت جنبي. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. انا مش فاهم يا سليم، انت سبت اهلك عند عوض ومش هترجع البيت تاني، هتنام فين؟ هنام هنا يا وليد. هنا فين يا سليم؟ في المكتب؟ هتاكل وتشرب وتستحمى هنا في المكتب؟ وايه الجديد يعني؟ طول عمرنا واخدين على كده. طول عمرنا بنعمل كده، يوم اتنين تلاته اسبوع. اسمع وليد، انا هقعد في المكتب ده ان شاء الله سنه، ومش هنام على سريري غير لما اجيب حق صلاح التوخ الله يرحمه من الكلاب دول، فاهم ولا لا؟ الحمد لله الواحد القهار، والصلاه والسلام على الضحوك القتال. اما بعد، هذا هو الإصدار الأول لجماعتنا المباركة، ليعلم القاسي والداني أن لله جنوداً أولو بأس شديد، أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولننذر الطاغوت وأعوانه أننا قد أتيناهم بحرب لا قبل لهم بها. وبرجال، الشهادة في سبيل الله أحب إليهم من الدنيا وما فيها، وليعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون، وليعلم أهل الكنانة كافة أننا قد جعلناها ساحة مباركة لجهادنا المقدس، فمن أصابه من ذلك ضرر فلا يلومن إلا نفسه. فنحن رجال قال عنهم الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والله الذي لا إله إلا هو لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر في يسارنا على أن نترك هذا الأمر لن نتركه حتى يظهره الله أو نهلك دونه. وقد بدأنا جهادنا المبارك بالانتقام من أحد أئمة الكفر وطواغيت هذا الزمان، وهو الهالك بإذن الله صلاح الطوخي، الذي سترون الآن تسجيل لعملية استهدافه
التي نفذها أخونا الشهيد أبو دعاء المصري، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا ولد الكلب، ورحمة أبويا اللي هنقدمهم على اللي عملوه صلاح الطوخي. تمام يا فندم. في ايه يا ابني؟ باشا المدير عايز سعادتك في مكتبه. روح انت. تمام يا فندم. وليد، هات لي تقرير الجماعه بتوع الدعم التقني، ولو اني خلاص عرفت اللي عايز اعرفه. ماشي. انت متاكد يا سليم؟ 100% يا باشا، وانا توقع عنه هو مصطفى عبد المنعم. يا نهار اسود، يعني من جاسوس لاسرائيل لامير جماعه اسلاميه حته واحده كده؟ يا اولاد الكلب يا افاقين. الله يرحمه صلاح الطوخي بقى، كان يقول لك كلها منفذه على بعضها. الله يرحمه، عنده حق طبعا. لا، والواد اسماعيل كمان لما اتمسك وسلم نفسه قال ان هم بايعوا مصطفى ده امير جماعه، بس محدش كان متخيل يضرب ضربه كبيره زي دي في وقت صغير زي ده. وعشان كده انا جبتك يا سليم، الواد ده شكله عايز يكبر بسرعه، عشان كده بيحاول يجمع اكبر عدد من العيال المهاويز دول حواليه في اقصى سرعه، وده اللي لازم نمنعه باي ثمن. تنظيم دلوقتي صغير وسهل ضربه، مش عايزين السنه لما يكبر الامور تفلت من ايدينا وتخرج من تحت السيطره. عندك حق يا سعادتك، لازم نرد عليهم وبسرعه كمان. طبعا مقدر العلاقه اللي كانت بينك وبين اللواء صلاح الطوخ الله يرحمه، بس انا مش عايزك تاخد الامور بشكل شخصي يا سليم. هو مش طار اللواء صلاح وبس، ولا هو طار بين عيلتين، ده طار بلد بحالها، لازم نحميها وندافع عنها. صلاح الطوخي ابن البلد دي ومات عشان البلد دي، يعني الطرطر بلد، مش طار داخليه ولا طار صلاح الطوخي. بس اللي حرم البلد من واحد زي صلاح الطوخي لازم ياخد جزاءه، وانا مش هسيب الناس دي. عندك حق يا اسلام، انت من دلوقتي قائد المجموعه المسؤوله عن الموضوع ده، انا هديك صلاحيات مفتوحه، بس عايزك ترفع راسي بقى، وعايزك تبقى قد الثقه اللي اداها لك اللي هو صلاح الطوخ الله يرحمه. هيحصل سعادتك، ولو اخر عمليه في عمري. انا مش قلت لك هي ابتدت تندع اهي؟ انا ما يهمنيش تندع ولا تمطر حتى. ليه بس يا كوفه يا حبيبي؟ ده الناس مكلميني من تركيا طايرين من الفرح، والناس اللي في ليبيا بتتحرك وجايين هيضموا علينا، والفلوس والسلاح جايين من كل حته. انا ماليش صالح بكل ده، واذا كنت استحليت اللعبه ابو ادم وابو زفت فانا اتعرض عليا الكلام ده كله من زمان، مش اجي اعمله دلوقتي. ليه بس يا فقري؟ ده انا كنت لسه بفكر علينا قائد الجناح العسكري، اسد الجهاد ابو عروه البطار. حلو البطار، خده. لا ابو عروه ولا حتى ابو قميص، ورجاله اردوغان اللي انت فرحان بيهم دول اني خبيرهم زين، ما اضمنهمش من هنا لحتى باب المغاره. لو عايز تترمي في احضانهم انت حر، لكن انا هفضل زي ما انا سيرفيس بروفايد.